يقول السائل: هل نوم القيلولة من السنة؟ ومتى الوقت الصحيح من القيلولة؟ نعم، من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وأما وقت القيلولة فمختلف فيه، والأقرب العلم عند الله أنه القيلولة ما قبل الظهر وبعد الظهر، يعني الحين ها أين يعني القيلولة قيل ما قبل الظهر وما بعد الظهر، هذا وقت القيلولة، يعني الضحى العود اللي احنا نسميه، وما بعد الظهر كله يطلق عليه القيلولة كما ذكر هذا الأصمعي وغيره.